أنفسنا بكثرة تعقيد المسائل كما فعلت أمة يهود عليهم لعنات الله المتتابعة، ولا نفعل كذلك الاستهتار بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلت نعم لوجبت. فهذا أول درس من دروس حجة الوداع. تجب الحجة مرة واحدة في العمر، وتجب العمرة كذلك على الصحيح من قولي أهل العلم لعموم قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله على المستطيعين. جميل، جزاك الله خير. ومن هنا فعلا فقد ذهب الإمامان الشافعي وأحمد كما تفضلتم إلى وجوب العمرة. نعم. حتى طب شيخنا الكريم، تفضلتم أن من شروط الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. طب فيما يتعلق بالمرأة، شروط الحج هذه وإيش كمان؟ يزداد عليها على الراجح من أقوال أهل العلم أن تجد محرما يلائمها ويرافقها في رحلة الحج، وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، واكتتبت امرأتي حاجة، يعني نزل اسمه في كشوفات المجاهدين في الغزو، ونزل اسم امرأته في كشوفات الحجاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. سبحان الله. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليبطل فريضة الجهاد وهي ذروة سنام الإسلام على هذا الرجل إلا لأمر جلل، ألا وهو وجوب المحرم في سفرة الحج وفي غيرها من السفرات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فهذا شرط إضافي في حق المرأة المسلمة، وعليه كما ذكر بعض المحققين من علمائنا من علماء سلف هذه الأمة، أن المرأة إذا وجدت الزاد والراحلة ولم تجد محرما يلائمها يرافقها إلى الحج، تعتبر ممن لم يستطع إلى البيت سبيلا. جميل. إذا شيخنا الكريم، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله قال: اذهب فحج مع امرأتك. هل سألها شيخنا الكريم الرسول عليه الصلاة والسلام هل معها صحبة آمنة أم صحبة فاجرة؟ لم يسأل، هي فتوى مشهورة لمتأخر الشافعية. نعم. ولكن مقتضى الدليل على خلاف ذلك، والشافعية ساداتنا والإمام محمد بن إدريس حبر بحر علامة، فبدون تفنيد شبهات المعترضين نقول هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. إذا لم يسألها، لم يسأله عليه الصلاة والسلام هل هي شابة أم عجوز، هل معها صحبة آمنة أم صحيح. صحبة فاجرة. صحيح. وإنما أمره صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم: اذهب فحج مع امرأتك. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. الله يبارك. شيخنا الكريم، الناس في أصقاع المعمورة من المسلمين والمسلمات يبذلون الآلاف من الأموال لينعم الله تعالى عليهم بأداء هذا الركن العظيم، ويتركون الزوجات والبنين والبنات والأشغال والراحة امتثالا لأمر الله عز وجل. فبماذا تنصحهم شيخنا الكريم قبل الذهاب إلى أداء هذه الفريضة؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الركب كثير والحاج قليل. وهذا فيه إشارة أن الحج المبرور يحتاج إلى شروط. ليس كل من ذهب مع الركب حجه مبرور. الركب كثير ملايين، والحاج قليل، أي الذي يحج بمال حلال وزاد حلال وراحلة حلال، وفي الوقت نفسه يوقع منسكه وفق منسك رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فيختصر الأمر في أمرين: حل المال وصحة النسك. هذا هو دعامتان لقبول الحج ولجعل الحج مبرورا بإذن الله تبارك وتعالى. ما شاء الله، نفع الله بكم. يعني سبحان الله، هذه العبارة التي تفضل بها شيخنا الكريم كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل وغيره من السلف رضوان الله عليهم: الركب كثير والحج قليل. هذه ينبغي فعلا أن تحفظ، لأن هذه الملايين المملينة سبحان الله من منهم يفقه يعني فقه الحج؟ إذا تأمل الإنسان وجد أن المسلمين فيهم الخير الكثير، لكن قليل ممن يهتم
بتفقه نفسي قبل الذهاب إلى الحج. نسأل الله القبول. الحقيقة شيخنا الكريم أنا كنت يوم الجمعة في مسجد التوحيد بالمنصورة وكنت أتكلم عن فقه الحج وكذا، وإذا ببعض المسلمين أتوا إلي بعد صلاة الجمعة قالوا بناء على ما سمعناه منك فنحن لم نسعى بين الصفا والمروة. قلت له أنت يعني ما نسكك الذي تلبست به؟ قال كنت متمتع. فهو لما سعى بين الصفا والمروة في سعي العمرة ظن أنه ليس عليه سعي فين؟ في الحج. وعاد يا شيخنا الكريم ولم يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج. نعم. أي نعم. فماذا يفعل مثل هذا يا شيخنا الكريم؟ على كل حال سعي الحج المعروف أن المتمتع يسعى لحجته كما سعى لعمرته. نعم. وسعي الحج هو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولكن طالما وقفوا بعرفة فعليهم هذا الدين. نعم. دين الله. نعم. أن يسعوا سعي الحج بين الصفا والمروة في أي وقت أتيحت لهم هذه الفرصة، ويكون الحج كاملا آنذاك إن شاء الله تعالى. نعم. جزاك الله خير. إذن يا إخوان كما سمعتم من شيخنا الكريم أن أركان الحج أربعة: النية، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. فإذا كان على سبيل المثال ترك السعي بين الصفا والمروة وهو ركن من أركان الحج لا يتم حجه حتى يأتي بهذا الركن وما زال متلبسا بالإحرام، ولا ينبغي له أن يجامع أهله حتى يأتي بالسعي بين الصفا والمروة. يبقى ويعود بعمرة ويبدأ بالسعي بين الصفا والمروة ويعتمر، ويكون بذلك قد تم حجه بفضل الله تبارك وتعالى. أما إذا مات ولم يسعى بين الصفا والمروة وهو متمتع في المسألة التي نحن بصدد الحديث عنها فحجه لم يتم، حجه لم يتم. طيب يا شيخنا الكريم بارك الله فيك، يعني كثير من المسلمين أنا أشعر بحرج بالغ. نعم. على من سافر من أرض الحجاز إلى وطنه البعيد. نعم. أن نوجب عليه ألا يجامع أهله وقد تحلل وخرج إلى الحياة العامة. نعم. ولذلك مع حبي وتقديري واحترامي أقول ربما رفعا عن هذا الحرج البالغ يعود إلى إحرامه إذا وصل إلى الحرم، يعود إلى إحرامه ويسعى بين الصفا والمروة، أو يسعى حتى بدون إحرام، لأن هذا سعي الحج لا يحتاج إلى إحرام، ولا نكلف مثل هذا الذي قد تمر سنون وشهور لم يقضي ما عليه من دين في سعي الحج. أرى أن هذا فيه عسر وعنت شديد على من وقع في هذا أن نبعده عن زوجه طول هذه الفترة، والله أعلى وأعلم. طيب هذا يدفعنا شيخنا الكريم. نعم. أن احنا نريد أن نتعرف من فضيلتكم. نعم. بأي شيء يتم التحلل الأول؟ نعم. التحلل احنا الآن يعني وصلنا إلى التحلل. التحلل الأول يتم برمي جمرة العقبة. نعم. الكبرى. نعم. ونحر الأضاحي أو رمي الجمرة ونحر الهدي أو رمي الجمرة وحلق الرأس. تمام. التحلل الأول. التحلل الأول. التحلل الأول يتم. نعم. برمي جمرة العقبة الكبرى بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى. نعم. والذبح للقارن أو المتمتع والحلقة والتقصير للرجال والتقصير للنساء. تمام. كلام جميل. طب التحلل الأكبر يا شيخنا؟ التحلل الأكبر يكون بعد طواف الإفاضة وسعي الحج. جميل. نعم. ده التحلل الأكبر. هذا التحلل الأكبر. طيب التحلل الأول يا شيخنا الكريم ماذا يحل للحاج بالتحلل الأول؟ يحل له كل شيء حذر عليه بالإحرام إلا النساء، إلا يلبس ملابسه الاعتيادية ويلبس المخيط ويتعطر ويفعل ما يشاء.